عايزه ايه يا بت؟ عايزه ايه يا بت؟ عايزه ايه؟ هموت يا عمر، مش قادره، تعبانه قوي. وما حليتش الموت اللي هنا، ما تتنيلي تموتي في حته ثانيه. موت في حته ثانيه ازاي يعني؟ عمر عمر رايح فين؟ تعالى هنا. راح فين ده؟ عايزه ايه يا بنت انت؟ عايزه ايه؟ ابنك اللي في بطني مطلع عيني. يا ابني يا بنت انت هتستقبلي يا بنت؟ انت بتزوقني يا عمر؟ اه بزوقك عادي. عايز صاحب الجنين؟ صاحب الجنين؟ جنين يا امشي يا بنت امشي. هنا تعالى هنا. على فين يا حبيبتي؟ انا اللي على فين؟ انت رحت فين يا عمر؟ ومالك بتنهج كده ليه؟ لا ولا حاجه، ده اصل شفت اللي حصل. ايه اللي حصل؟ تخيلي واحده بتولد وقال عايزيني ضروري جدا. بتولد؟ اه وعايزيني ضروري جدا. وعرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء؟ عرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء يا عمر؟ ما فكرتش فيها دي، بس يعني دي حاجه تستخبى. اكيد عرفوا من البطاقه بقى. المهم يا حبيبتي انت خليكي هنا وانا 10 دقايق وهرجع لك على طول. هتولد واحدة بعشر دقايق؟ اه 10 دقايق حلوين جدا، يا دوب كفاية نخلص الاتفاق، نخلص الولادة. ادعي لي بس ربنا ينتعني بالسلامة. ينتعك انت؟ انا قلت ينتعنا انا؟ لا انا قصدي ينتعها هي، ينتعها هي، ينتعنا كلنا ان شاء الله يا حبيبي. عمر نعم. اياك ثم اياك. اه عينك تزوغ كده ولا كده؟ احنا عيني تزوغ؟ تزوغ فين؟ ما خلاص اللي زاغ زاغ. احنا توبنا الى الله، توبنا الى الله. يا رب تقبل يا رب. اقول لك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ احنا كنا بنقول ايه اخر حاجه؟ كنا بنقول بحبك وحاجات جميله قوي. هنرجع نكملها دلوقتي. 10 دقايق اوعي تحركي من هنا حبيبتي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انت بتصفري يا بنت؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ اه يا عمر الواد ود ود يا بنت ود ودي وشايبه ايه؟ لما انت حامل زي ما انت بتقولي ركبت الطياره ازاي يا عفه؟ انت المفروض انك في الشهور الاولى. اراده ربنا. اعترض بقى يا عمر على اراده ربنا. اعترض. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ماشي 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 ماشي. وعرفتي مكاني هنا ازاي؟ حبيب قلبي يا عم حافظ، ربنا يخليهولي يا رب. يخرب بيتك يا عم حافظ جلاب المصايب. عايزه ايه يا عفة؟ جاي هنا عايزه ايه مني؟ هو يعني انا الحق عليا ان انا خايفه عليك من ربنا وجاي عايزاك تصلح غلطتك يا عمر؟ غلطتي ايه يا بنت؟ غلطتي غلطتي. خلاص يا عفة خلاص، انت كده بتدمري مستقبلي. ما انت ياما دمرت مستقبل بنات. ايه يعني؟ يا بنت احنا مش كنا سيبنا بعض بالمعروف؟ ودينا رجعنا بامر الله، البركه في ابنك. اسمع يا بت، اسمع يا بت، انت تاخدي بعضك وتغوري من هنا على اول طياره، على اول طياره، وما اشوفش وشك تاني، ما اشوفش وشك تاني. خايف كده ليه؟ من خاف سلم. من خاف سلم؟ بص يا حبيبي انا بس عايزه افهمك حاجه، يعني لمستقبلك، يعني التنشنه دي مش حلوه عشانك يا عريس، ده انت لسه في شهر العسل. انت خليتي فيها عسل ولا بصل؟ ما خلاص. بص بقى عشان من خاف سلم بقى، انت عايز الليله دي تعدي على خير ولا لا؟ والنبي عارف، والنبي عارف عشان خاطري. اوكي اتعشى معايا. مش بتعشى معاك. اتعشى معاك كده ايه؟ ده من رابع المستحيلات. اتعشى معايا يا عمر. مش متعشى واعلى ما في خيلك اركبيه. طيب براحتك، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. عادي. الباب في الباب. الباب في الباب. طز. خلاص بقى ذنبك على جنبك، انا قلت لك وخلاص وحذرتك. تحب بتعشى ايه؟ سي فود. فريش. كلمه وملهاش تاني. يا تقول لنا المحروس ابن اخوك فين، يا ابعتك زياره على جهنم كده تتدفى هناك براحتك. مسافر مسافر والله، انا اللي طلعت له التذاكر بايديا. لو كنت اعرف كانت انقطعت ايدي قبل ما اطلعها. راح بالراحه يا خلوص يا الراجل، مش مستحمل منك زقه. ده العشم برضه يا اسد. انا بقول لك ايه يا سحابس، بص لي كده يا اخويا في عينيا. الله حافظ. طول عمري كان نفسي حد يقول لي سي حافظ. من غير قلة أدب. الدكتور عمر سافر فين؟ جزيرة بعيد. يعني بعيد فين يعني؟ حاضر يا
عصبي قوي قريبك ده. عصبي عصبي والله عصبي. او ما بيعمل كده على طول مصريني بتمشي وركبي بترعش. الف سلام على ركبك يا اخويا، خليك معايا. حاضر حاضر يا بقولك ايه يا ريس، انا عايزك تركز وترطق ودانك في الكلمتين اللي باريزا هاني ما هتقولهم لك دول. حاضر. بص يا اخويا، انت لو ما قريتش على مكانه بكره الصبح السيدي هيكون على مكتب كل دكتور في المستشفى وفي ايد كل واحده اتعالجت عنده. ساعتها بقى الفضيحه هتكون للركب، ففتح مخك كده وقر هو فين. حاضر حاضر. انتوا مش خدتوا منه قرشين؟ عايزين منه ايه تاني؟ ما تسيبوه في حاله. انت مالك انت؟ مش شغلك ده، ده مش شغلك. انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك يا صحاب، بص يا اخويا، اصل بصراحه كده الدنيا مزنقه معايا حبتين وشكلها كده متقفله على الاخر ومفيهاش خرم ابره، فيرضيك بردك الدنيا تمرمط فيا؟ يرضيش ولدي يا صحافظ. خلاص تبقى تقول لي هو فين يا صحافظ. ريسبشن. اه ادمان. اه لمار يا حبيبتي. عمر انت في اه يا روحي. اه عمر في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ انا كنت لسه طلبت الريسبشن دلوقتي حالا على فكره. يا نهار اسود، تطلب الريسبشن ليه؟ عشان اسالهم على رقم اوضه الست اللي بتولد. يا نهار اسود، حد يعمل كده يا لمار؟ عيب يا ماما، حد يطلب واحده بتولد؟ عيب. ايه الهت ده؟ مش هي ولدت وخلاص؟ ولدت ايه بس؟ انا شاكك انها مش حامل وبتشتغلني بنت اللذينه. ايه قلت ايه يا عمر؟ ايه انا قلت حاجه؟ انا بقول يعني دي ضريبه الدكتوره. دكتوره؟ ضريبه يعني ضريبه يعني. يا لمار بقى تعالي يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي، تعالى. الليله لسه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. في ايه؟ مالك يا عمر؟ كان واحده ثانيه عايزه تولد. خبيني خبيني، انا مش هنا، انا مش هنا، انا مش هنا. ده العشاء اللي انا طلبته يا عمر، اهدى. بصي من العين اتاكدي. بصي ابص في العين. ايوه ايوه. اتفضل. معقوله حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هايل 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 هايل. ميرسي ميرسي جدا، شكرا. يلا بقى يا عمر، انا هموت من الجوع. يلا تعالى بقى. لا لا مش قادر والنبي، مش قادر اكل. عمر يا بيبي، ايه هتسيبني اتعشى لوحدي في اول يوم؟ ينفع ينفع؟ ده انا طالبه لك سي فود فريش تاني. سي فود وفريش تاني؟ والنبي ما قادر، والله ما قادر. يا بطني والله العظيم، لو سبتني اكل لوحدي الليله مش هكلمك تاني، ايه رايك بقى؟ يلا يا بيبي يلا. الحقوني بطني هموت. خير يا ست سامه؟ في ايه؟ كفى الله الشر. ده صوت تينا اكيد جات لها كريزه، اطلعي بسرعه. الف سلام عليك يا ست تينا. يا هنادي مالك يا تينا؟ فيك ايه؟ هموت يا سما. خدي الدواء، خدي الدواء بتاعتك. هاتوا بس المرة دي مش زي كل مرة. سكاكين يا سما. دكتور حد يجيب لي دكتور. اه اه امسكي نفسك. دكتور يا اختي يا اختي. قومي هاتي الدكتور، قومي هاتي رقمه. ما انهاش دي ده اول مرة دي. اه عشان خاطر امسكي نفسك. ابوس ايدك. الالم هموت، وجع جامد، وجع جامد. هاتي التليفون. مش قادرة، مش قادرة. شدة وتزومي يا حبيبتي، تليفونه مقفول. عاملين ايه دلوقتي؟ طب ما تتصل بأي حد من صحاب الدكتور عمر. روحي انت راجعي المحافظ بسرعة. حاضر حاضر. ما لحقيني. بموت. امسكي نفسك، امسكي نفسك. لا ده انتوا زودتوها قوي، ده انا اوديكوا في 60 داهية. فاكرين العملية سايبة ولا سايبة؟ ترشت اللي في جوفك قبل ما يلعبك لك اللي في معدتك. خلصت الشويتين بتوعك؟ اهدى بقى واسمعني، بدل ما ارزعك واحده ادوج انا اجيبك على الارض. يا جماعه اللي بتطلبوه ده مستحيل، ده راجل هربان من الدنيا. انت عايزه تروحي له هناك في شهر عسله؟ يا جدع افهم، انا لازم اسيب البلد دي باي طريقه ومحتاجه فلوس. معاك فلوس يا اخويا توديني اي حته، ولا احسن لك تسمع الكلام وتعمل اللي نقول لك عليه؟ ما ينفعش اعقليها، ده راجل راح يقضي شهر العسل وحالته زفت، وكمان من يوم ما تنيل وهو متنيل. ايه؟ كر الشريط كده من الاول، ايه عبارة متنيل دي؟ لا ايه؟ قولها اللي يملاها عليك ضميرك على طول. اه
خالص 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 خالص. وانتوا عايزين تكملوا عليه؟ بقى يا راجل تسيب قريبك في محنته دي؟ قصدك ايه؟ اقول لك انا بقى قصدها ايه. يا حافظ بيه افتح يا حافظ بيه. البنت هنادي شغاله عايزه ايه هنادي؟ افتح يا حافظ بيه افتح الحق بسرعه. لازم الحق لازم الحق لكم حد مش بنجر له حاجه ابوس ايديكم. طب احنا هنستخبى بس حط صورتك عشان ما تسمعكش. جدع جدع احنا هنستخبى. ايوه لو قلت اي كلمه في كلمه هنتشير اكتر. انا مش هقول اي كلمه في كلمه. خشوا انتوا استخبوا استخبوا وخبوا نفسكم كويس. خلاص خلاص خلاص. طيب خبوا كويس. يا حافظ بيه في ايه هنادي؟ ايه يا حافظ بيه؟ في ايه؟ ما فين كل ده؟ احنا ست تعبانه ومش عارفه محتاسين. مش عارفين احنا نعمل ايه. طيب انا جاي وراك على طول. واضح انك متاثره قوي. انا جاي على طول. مع السلامه. يلا اتفضل يلا بقى خلاص مشي. اطلعوا اطلعوا. هم راحوا فين؟ السفرية دي جات لنا على الطبطبة كده ولا الدبان الأزرق هيعرف لنا الطريق جرة؟ هو أنا ما قلتلكيش يا بريزة ولا إيه؟ لا ما قلتليش. قلتلي إيه؟ أنا مش هبقى معاك في السفرية دي. يا نهارك أسود ومنيل، أنت هتبيعني يا كلوسي؟ هو لو بعتك أنت هتجيبي حاجة، أنت تسوى حاجة يا بريزة في سوق الحريم. وبعدين أنا مش خلصت لك الليلة وسلمتها لك على المفتاح سوبر لوكس دور أول. سيبيني بقى أشوف حالي. في واحد كده جايب لي مصلحة رغم اللي أنا البوظان اللي بقيت فيه ده، يعني سبوبة كده. وأنت برضه تتكني لك يومين كده عشان تخلصي موضوع نيازي. أنت بتبص عليا بيت تخلصي موضوع نيازي يعني. شكلك زي الهنود. ماشي يلا فلانك أهو. ده معلم انا رجليا ورمت من الوقفه وما عادش لي يا ناصح. انت قلت له اقف استنى هنا، ما قلتليش اقعد استنى هنا. ايه الاخلاص بتاعك ده يا واد انت؟ يا اخويا اتنيل انت كمان. خلوصي هسيبني لوحدي؟ انا هفضل كتير اقولها. قلت لك مش هسيبك لوحدي. خلوصي لو الدكتور عرف ان انا لوحدي ما اعرفش ممكن يعمل فيا ايه. هيستفرد بيا وممكن يعمل فيا اي حاجه عشان يخلص من الحكايه دي. طب انا اعمل ايه بقى؟ كل شويه اقول لك مش هتبقى قالون مش هتبقى قالون مش هتبقى قالون وانت برضه مصممه. يا بت دي انت هتبقى ملازمه الدكتور اكتر واكتر، ورغم كده مش هيعرف يلمس شعره واحده منك. ولا يا فلانك؟ تمام. بص يلا بينا. يلا بص يلا خد الون. خلوصي بتفكر فيها؟ خلوصي ماشي في حاجه رقم. يلا بينا. حبيبي طالما انت تعبان اخيرا السرير اتفنكش من بعضه. اتفنكش على خير ان شاء الله. يا حبيبي طالما انت تعبان ومش قادر تاكل، كلت ليه يا حبيبي؟ كلت ليه يا حبيبي؟ تفاصى تفاصى حبيبتي تفاصى بعيد عنك. سلامتك سلامتك. الف سلامة. ريح يا حبيبي. انا بردان بردان وجسمي كله بترعش. بردان بس ازاي يا حبيبي وانت عرقان كل ده؟ انا عارف بقى يا حبيبتي. انا طلعت تقولي كده ان جسمي خربان 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 ومخربق من كل حته. خربان. ريح يا حبيبي ريح. مش انا بقول لك يا حبيبتي عشان قلت لك الجوازه دي الجوازه دي الجوازه دي مبسوط فيها. مبسوط فيها. سيبك انت من كل ده. دلوقتي الفوار يشتغل وتبقى زي الفل. ايوه ايوه اوعى بس. ايوه اوعى فين؟ ادخل شويه كده انام جنبك. اصلا انت مش هترتاح الا وانت في حضني يا بيبي. توبنا الى الله توبنا الى الله توبنا الى الله. ايه صوت الهبد ده يا عمر؟ هتلاقيه عريس 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 يا ولدان. عريس حبيت عين امه مش عارف يستمتع بشهر عسل. حرام حرام يا حبيبتي. غطيني غطيني عايز انام. غطيني. نام يا حبيبي نام 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 يا حبيبي نام وادبح لك جوز الحمام. نام يا حبيبي نام. ياه الحمد لله ده انا كنت تعبانه قوي. يا ما انت كريم يا رب.
الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ازمه عدت كالعاده الحمد لله. والله دمنا نشف ورحنا راحت وما بقيناش عارفين نعمل ايه. بس اظن الشوربه اللي عملتها لك ايه خليتك زي الفل. الحمد لله. مش هتاكلي بقى دي؟ لا لا مش قادره، انا حاسه اني عايزه ارجع. تعالي ريحي، انت تلاقيكي ما نمتيش ولا دقيقه من امبارح. والنبي ما غفلت، فضلت سهرانه جنبك طول الليل. حبيبتي ربنا يخليكوا لي. او مطبخ انا بقى، يلا هاتي صينيه عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه انت يا حبيبتي. اه تعبتي قلبي قوي، مش عارفه ايه اللي جرالي. يمكن غياب عمر واحساسي ان انتي في ازمه وانا مش عارفه اتصرف لوحدي، كل دي حاجات خوفتني قوي. فضلت قافشه في ايدك طول الليل كاني بحوش العي عنك. سبحان الله، لازم يحصل الالم كده جامد علشان نحط ايدينا في ايدين بعض. بس عارفه طول ما انا نايمه وتعبانه حسن نفسك هو اللي مدفيني. ده انت بنتي اللي انا ما خلفتهاش يا حبيبتي. انت مش اختي بس يا تينا، انت امي اللي انا ما شفتهاش. يعني انا من غيرك اتيت. نشوفك وانت عماله كده تتعفرتي وتتنططي، ما عرفش ان انت اجمل واحن قلب في الدنيا. يا ربنا لازم يحصل حاجه جامده قوي علشان ساعتها نديرها كلنا في حضن بعض. وجعتي قلبي قوي، انا اول مره اشوفك تعبانه قوي كده. عندك حق، المره دي الازمه كانت غير كل مره، كانت جامده عليا قوي. الالم كان بيعصر معدتي وكنت عماله اصرخ واوح، بس كان اشد مني لدرجه اني ما كنتش حاسه خالص بالدنيا. عشان انتي مهمله في نفسك، لا بتاخدي دواء ولا بتتابعي مع الدكتور. حد الدكتور اللي انتي بتتعالجي معاه موبايله مقفول 24 ساعه، تلاقيه غيره اصلا وانتي ولا انتي هنا. ايه ده ايه ده؟ امال مين اللي لحقني؟ لا مؤاخذه يا ستي، الدكتور بره عايز يشوفك. الدكتور؟ طب ناويين الطرحه بسرعه. حاضر. بسرعه يا اختي، يعني هيشوف ايه؟ ما انتي متكلفته. هيشوف ايه يا بنتي؟ هضربها مجرمه. اتفضل يا دكتور. استني اتفضل. استنى يا دكتور. اتفضل 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 يا دكتور. يا رب نكون احسن النهارده. دكتور غازي اتفضل اتفضل. اول ما كلمته امبارح ما تاخرش وجي جري وهو لاحق من الازمه. هو احنا عندنا اغلى من الهانم؟ والله ما ليا دعوه باي حاجه يا دكتور، انا في حالي وماشيه جنب الحيط. انا كنت فاكر كده، عشان كده كنت مفكر لك في ترقيه جديده وزياده في المرتب ووضع تاني خالص. ده الملف بتاعها يا دكتور. نتائج البحث بتقول ان حالتها زفت وابوها ميت، امها واخواتها في رقبتها، وهي مش قادره تتجوز هناك دلوقتي. اه انا لما عرفت كده قلت اقف جنبها. يا دكتور والله انا انت غلطت يا نبيل، وغلطتي غلط كبير جدا، بس مش مهم، كل الناس بتغلط، الألم نفسه بيغلط، بس الاستمرار في الغلط بقى هو اللي بيبقى جريمة. وأنا ما بسامحش في الجرائم أبدا، وأنا حاسس كده إنك مصرة تستمري في الغلط. أقول إيه بس؟ طب يا دكتور اللي قلتيه للدكتورة صفوة. أنا أنت يا إما تخرجي من هنا على الوظيفة الجديدة أم مرتب ما تحلميش بيه، ليه ما تخرجي على السجن؟ سجن؟ ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ سرقت أجهزة وفي شهود على كده. ها يا ماما، هتمضي قرار التعيين ولا اتصل بالبوليس؟ مضيها قرار التعيين يا مرتضى. يا خوفي لا يكونوا قطروك وعرفوا سكتي يا خلوصي. طب بطل يا بت ند بقى. فلانك قوم انا بص قوم من الطريق بره. ابص بس جو الطرف ده ما يلدش. هباخدك معايا الاسبوع اللي جاي يا مارينا يا رحمك. شد بقول لك ايه يا بنت الحلال، انا عملت بهلوانه عشان اجي لك هنا. الراجل اللي انت بلغت عنه ده بدر رجالته في كل حته. تذكره السفر اهي، تحطيها جوه عينيكي. يا خلوصي الناس دي الموت عندها كيف والدم رخيص في ايديهم. هنقعد نندب هنقعد نندب يا بريزة.
مش هو ده اللي قلقنا يا باريزه؟ اللي قلقنا ان قريب الدكتور ده اللي اسمه حافظ ده شكله كده طلع ملاوع. يا خوفي ده راح يكون بلغ الحكومه. ما اظنش، عارف ان رقبه قريبه في ايدينا. انت مش قلت هتتصرف يا خلصي؟ ما انا هتصرف يا برازرز، بس الموضوع يعني محتاج شويه لولوس مصاريف. لولوس مصاريف؟ وفلوسي اللي عندك يا خلصي؟ ما خد من التل اختل يا اختي، ده احنا جبنا فيسبا وتورب واكل وشرب، كل ده منين؟ ده انا ما طلتش منهم مالي ما احمد. طب وحد قال لك عادي كبارات البلد؟ ما انت اللي عملت فينا كده. خلصي انا مش عايزه اموت في طيس يا خلصي. لا يا اختي، وانا ما قبلكيش يا اختي ابدا تموتي في طيس. انا هتصرف والحساب يجمع، العيش والملح اللي بيننا برضو ما يهونش عليا. هتصرف ما تقلقيش. ماشي يا خلصي ماشي. انت لسه قاعده؟ انت لسه ما رحتيش المدرسه؟ مالك يا عم فيك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط، في حاجه مزعلك؟ ده انت حتى ما طلعتش تطمن على سينا من امبارح بالليل. وهي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انت بقى فيك ايه؟ اصل عمر بطلبه في التليفون ما بيردش عليا، وكل ما اطلبه يقفله، وانا عايز ضروري. شكلك مزنوق وبتحب يا عمو. حب ايه وهباب ايه؟ لا لما بسمع غنوه عاطفيه بنهج. والنبي دمك عاطفي. ايه دمك؟ ده انا عمك يا بنت تعملي لي كده؟ مش عارف اقول ايه. بصراحه انا ما صدقت ان حاله اتظبط، وهيقضي له يومين ومش هيكمل في سكتي. اقول له ولا ما اقولوش؟ تقول له ايه بقى؟ انت لسه قاعده؟ الجرس ضرب، اجري اجري اجري. انت الخسران، انت اللي مش هتلاقي حد غيري تحكي له. اهو بعدين اقول له ايه ولا ايه؟ انا سبق قلت له التوبه منكوستي في السونه. عمر مالك؟ انت ما بقتش مريحني خالص على فكره. ليه يا حبيبتي بس؟ عشان ايه يعني؟ يعني بلعب رياضه؟ بتلعب رياضه؟ عشان عينيك اللي بقت في وسط راسك من ساعه ما وصلنا هنا. انت قلقان من حد؟ خايف من حاجه؟ في ايه بالظبط؟ يا منجي من المهالك يا رب. يا منجي من المهالك؟ هو اللي انت فيه ده مهالك؟ ايه، اصل انا نسيت الموبايل بتاعي في الاوضه، ومحتاجة اطمن على اخواتي ضروري جدا. ممكن تجيبه لي؟ اجيب لك الموبايل من الاوضه. ممكن بليز 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 ماري هاي ليستاري هيليا. حاضر يا عمر. جميل يا روحي. حاضر يا سام. ماري هاي ليستاري. عايز حاجه تاني من الاوضه؟ لا خالص، مش محتاج اي حاجه. ماشي يا حبيبي، تجي بالسلامه ان شاء الله. حبكت، مفيش شمسيه فاضيه غير هنا. اجي يا حبيبي اقعد تحت الشمسيه بتاعتك، وهي شمسيه تلم الحبايب كلهم. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا عفه. مراتي عارفه شكلك كويس، ولو جات وشافتك هتفضح الدنيا. والنبي عارفها مش منين، النبي عشان خاطر انت هتعيط يا حبيبي. طالما انت بتخاف قوي كده بتغلط ليه من الاول؟ عسل، اي عسل اللي انا غرقانه فيه؟ تعالي خدي حبه يا اختي. قرفانه قوي، قرفانه. عمر مش طبيعي. بطلي السفاله اللي انت فيها دي، الاكيد ان الموضوع ده مش شاغل بالك خالص. انا حاسه كده ان هو في حاجه كده مخبيها عني، ومتاكده برضو. يا بنتي احساسي عمره ما يخيب. ايوه بصي، مفيش راجل في الدنيا يعامل مراته بالطريقه اللي عمر بيعاملني فيها ويكون بيحبها. ايوه، مع انه في اول يوم كان فظيع، كنت طايره معاه، طايره طايره.
مش عارفه ايه اللي جراله، سايباه على البحر. قال عايز يحط زيت ويعمل حمام شمس. يمكن موصوف له ما تعرفيش بقى. اضحكي اضحكي، ما هو شر البليه بقى. بقول لك ايه، انت بتنزلي البازار؟ عفا ابوس ايدك امشي من هنا غوري. عايز نمشي من هنا يا عمر؟ يا ريت. من عينيا بس بشرط واحد. ماشي اشرطي. انجزي يا ماما. شايف الصخور اللي هناك دي يا قلبي؟ شايفها الصخور مالها؟ شايفها كويس؟ شايفها كويس جدا. شايف ازازة الزيت اللي معاك دي؟ شايفها كويس جدا. ادهن لي جسمك بيها وتروح تقعد على الصخور دي لحد ما الشمس ما تروح وما تقومش من مكانك. على الصخور؟ وادهن زيت. وادهن زيت؟ اقلي نفسي يعني؟ اقلي نفسك يا دكتور. مرتي جاي، مرتي جاي، امشي. مش همشي غير لما تروح. روح. نايمة على ودانك؟ ونعمل لها ايه يعني؟ ما انت عارف بنتك وجنانها. جنانها بتاع ايه؟ ده احنا لو عايشين معاها في بانسيون كنا عرفنا انها سافرت. انما انا اصحى من النوم فجأة تقولي لي مسافرة؟ ازاي ده؟ وانت كل حاجة ترميها عليا انا؟ مش انت امها؟ وانت ابوها المسؤول عن تصرفاتها وتربيتها. وياما قلت لك يا ربيع بلاش الدلع بزيادة ده، تقولي صغيرة وبكرة تكبر. اه كبرت علينا كلنا، اشرب بقى. يعني انت فاشلك ام وفاشلك زوجه ولسه ليك عين تتكلمي وتقوحي؟ انا فاشله يا ربيع بعد كل اللي بعمله لك ده؟ بتعمليه لي انا؟ انت بتعمليه لنفسك. ده انت نسيتي الدنيا وما فيها من يوم ما حلبتي انك السيده الاولى، رميتي ورا ظهرك بيتك وبنتك وجوزك لغايه ما وصلنا للي احنا فيه ده. دلوقتي بقى حلمي انا مش حلمك انت يا ست الرئيس، مش كده؟ يا شيخه بلا قرف. ربيع ربيع ماشي يا عفة، إن ما ربيتك يا عفة كانت غلطة وتسرعت فيها. يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة، لكن ما بصيتش الاختلافات كتير قوي كانت بيني وبينها. بس ده عادي يعني، مش أي اتنين متجوزين بتحصل بينهم خلافات تبقى الجوازة غلطة. في خلافات ممكن تحتمل، اختلافات تانية مستحيلة، وللأسف اختلافاتي مع صفوة من النوع التاني. المسألة خلاص بقت مسألة وقت مش أكتر. معقولة يا دكتور بالسهولة دي ممكن حد يستغنى عن أي حد أو كل الحاجات الحلوة اللي بينهم تتقطع بورق الطلاق؟ بالعكس، أصعب قرار في الدنيا ممكن الواحد ياخده هو الانفصال، لكن مدام وصل له يبقى خلاص مفيش حل تاني. انت بتحبها؟ مش كل العلاقات بتقوم على الحب، في علاقات بتتولد من احساس الهروب. هروب؟ هروب من ايه؟ هروب من احساس اكبر وابعد، احساس شبه مستحيل. مش فاهمه تقصد ايه باحساس شبه مستحيل ده؟ احساسي بيك انت اكتفينا. انا عايزه افهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ طب وانا اذيتك في ايه؟ انت لسانك طول حبتين قفلت عليكي شويه، ما هو كله عشان مصلحتك. بعد كل اللي حصل بينا وبعد كل اللي انت قلته ما بقاش ينفع نعيش مع بعض. ارحمني وطلقني. ما انا قلتلك تأمني حريتك وقوليلي. هأتمن ايه؟ انت خليت حيلتي حاجة؟ لا لسه حيلتك كتير، تغزي العين بقى ولا ايه؟ انت ما
مش بني آدم. ازاي أنا اتخدعت فيك كده؟ عادي، كلنا بنتخدع في بعض، مش قصة يعني. طب خليني أروح شغلي وأنا مش هتكلم. انت فاكراني خايف لتتكلمي؟ طب ما تتكلمي. ما الحكاية بالنسبة لك فلوس وبس؟ هتدفعي كام؟ الفلوس اللي معايا خدتها. دي لسه حيلتك كتير. سافل يا روحي. واحنا مش هنتغدى يا بيبي النهارده ولا ايه؟ واخرتها ايه يا دنيا؟ مالك بقيتي شبه الموت كده، شايله ريحته ولابسه كفن، متلتمه وساكته ومش مفهومه. ما تتضيري بقى ودينا وشك، خلي الزهر يحن ويفك زنقه اليك. على فين يا غزال البتاع ده واخدك ورايح على فين؟ ويا ترى هتاخدي معاكي باريزه ولا؟ خش اخويا، خش برجلك اليمين. حاضر. خش اخويا وانت ساكت كده. ايوه سلفولا برازرز. انت ايه اللي اخرك يا خلوص؟ سيبك من التاخير دلوقتي، انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه. لا يا حبيبي بص بقى، انا عايزك تورق كده وتهدى وانا هعرفك انت جاي ليه في القريب العاجل ان شاء الله. لا بقول لك ايه، ده اسمه اختطاف، وانا ممكن اقلب عليك والعالم كله، اللي جوه واللي بره. خلاص تناوتها ولا ايه؟ ناويتها. فلانك دلوقتي جايب المراد. لا بقول ايه، خلي بالكوا في دلوقتي قانون التحرش يوديكوا في 60 دقيقة. ايوه انا بخاف من الطرب. هخليها لك جنة يا حيني، هخليها لك رشنا عين. صحيح. جاهز يا برنس النجوم وحاضر بره. تمام تمام تمام. ايه هو انتوا فتحتوا خلاص المقبرة؟ جسمي مولع نار. انا بتوشوشني ليه بس؟ بتوشوشك عشان تعبان يا نمر، تعبان جسمي ملتهب. شطه في كل حته، والكريم ده مش عامل اي حاجه على فكره، الكريم ده مش عامل حاجه خالص. لا يا حبيبي هو بس محتاج وقت شويه. هو زي الفل. مش قادر استحمل يا نمر، مش قادر. انا قلت لك يا حبيبي، قلت لك هتتحرق. هنا فضلت تحط في الزيت وتقول لي حمام شمس يا حبيبتي، حمام شمس. اتفضل اهو اتحرقت اهو. انا مالي انا ومال الكلام ده؟ ولا عمري عملت دان ولا حمام زيت ولا حمام شمس. يوم ما حصل تتحرق كده. بالراحه يا مر. يا خبر يا عمر، ده انت جسمك بقى احمر قوي. النبي وريني، اعرف اشوف. أبص مرش. حرارة نار يا حبيبي نار. بتضحك يا دمار؟ بتضحك وأنا ملتهب؟ مش أحسن معيط يا حبيبي؟ اضحكي أكتر، اضحكي أوي يا عف، خلي الضحك تطفي نارك زي ما شعلتي ناره. بس يا ترى بقى تضحكي على مين فيكم؟ انتي ولا هو؟ تنتقم من مين فيكم يا عارف؟ منك ولا منه؟ ولا من كل حاجه حبيتيها في يوم في حياتك؟ اضحكي ودمري كل اللي بتحبيهم. خدي روحك في الرجلين. يا عفة، بعد ما عيني جت في عينيه ولقيت عيني مرغرغة بالدموع، دنعت وتسمرت مكاني والكلام كله وقف جوا بقي، وسرحت لحد ما مشي. طب ومراته ما يعمل فيها ايه؟ لا هم منفصلين بقى. تينا ده ما بقالهمش غير كام شهر يا ماما. لا مختلفين في كل حاجة، هو قال لي كده مختلفين. واضح انك انتي مش سامعة غير صوته بس. وايه يعني انا ما بسمعش غير صوته بس؟ هو انا جبتك عشان اخد رأيك واتكلم معاكي. انا بصراحة فرحانة قوي. بس ايه ده، انتي مش فرحانة بس، ده انتي طايرة من الفرحة. عندك حق. يا سلام
لما الواحده تحس ان في واحد بيحبها قوي كده وهي تبقى حاسه بالحب ده، بس عايزه تتاكد وتتاكد انه فعلا بيحبها. احيانا الفرحه بتنسي وبتلهي حاجات كتير يا تينا، وانتي مش فرحانه بس انتي هتموتي من الفرحه لدرجه انك نسيتي نفسك. نسيت فرق السن ونسيت اني متجوز ونسيت ان عندي عيب واني استحاله اخلف، مش كده؟ ستتينا ستتينا ستتينا، في ايه؟ خير يا بنت؟ كفله الشعر الحقينا. عمك حافظ خد شنطه هدومه وفلق من هنا. فلق وده وقته برضو يا عمي. حبيبي وحبيب أيامي نجم شهر العسل خرشو عمو حافظ. بونسوار بونسوار. انت اللي جابك هنا؟ جاي اقضي شهر العسل. اشمعنى انت ولا انا ماليش نفس؟ ليه انت اتجوزت؟ هو انا ما قلتلكش؟ ليدي بليز كم هير بونسوار. ها ايه رايك في زوجي؟ تعالى صورني. ما فيهاش فيلم. بقول لك ايه، انا حاسه ان انا شايفاكي قبل كده صح؟ لا مش اللي وقع منك. هو ايه اللي وقع؟ انت كنت تدرسي في الجامعه ولا حاجه؟ عشان انا متاكده ان انا شايفاكي يا اختي. وتحيري نفسك ليه بعد الشر عليكي من الحيره وجع نافوخ؟ انا يا اختي اللي كنت برقص في فرحك شفتيني في فرح. انت رقصه؟ لا يا حبيبتي دي هوايه عندي، ده انا من عيله كبيره قوي 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 قوي. جرى ايه؟ هي النضاره والبرنيطه مش عاملين شغل ولا ايه؟ برنيطه برنيطه يا عم برنيطه. كانت جايه على البنسوار بتخسر. اصل احنا غاويين برانيط. انت اتجوزتها ازاي؟ طيب بقول لك انت بتعرفي تلبسي حلو؟ انا مش مشكله على فكره. بقول لك ايه؟ سيبك من البتاع اللي معاكي ده. ماشي كده انت فاضيه كده تعالي يعني. فهمت حركتين ثلاثه كده. راجل المجنون، راجل المجنون اللي مش هيعقل ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتكلمي نفسك؟ عمك حافظ اللي مش حافظ غير قله القيمه وقله الادب. قفشتيه مع مين تاني؟ يا ريتني يا اختي كنت قفشته. ده راح اتجوز وراح يقضي شهر العسل. اتجوز؟ انت بتزغرطي اسكتي اتكتمي. انت مش بتقولي اتجوز يا ست؟ يعني اتزغرط له؟ غوري من وشي، غوري من وشي دلوقتي. حتى الفرحه في البيت ده سكتي ليه كده يا رب؟ طب انت ايه اللي مزعلك بس دلوقتي؟ ايه اللي مزعلني؟ هو الواحد فينا بيكبر ولا بيصغر؟ تلاقيه راح يلف على واحده من دور احفاده. طب وماله يا تينا؟ القلب وما يريد، كبير صغير مش فارقه ولا ايه؟ انت تقصدي ايه؟ لا ولا حاجه، انا هطلع بقى عشان عندي النهارده دروس قد كده. اهلا اهلا اهلا. ازيك دكتوره صفوه؟ نورت الدنيا كلها. اتفضلي. اوعى تفتكر يا دكتور عوني ان ممكن اسكت على اللي شفته. اللي حصل ده جريمه وانا انت ايه يا دكتوره؟ الواضح ان حضرتك داخله علينا حامي قوي بصراحه. بقى انا مش فاهم حضرتك بتتكلمي عن ايه. انا بتكلم على شغل العصابات اللي بيحصل في المستشفى، ومش عشان غازي بقى جوزي هخاف واسكت. لو فاكرين كده تبقوا بتحلموا. واضح يا دكتوره ان حضرتك بتعاني من مشاكل اسريه انا ماليش دخل فيها، انما لو حضرتك تحبي ان اتدخل فيها عشان احلها انا هبلغ الدكتور عمر، وممكن قوي ابلغ البوليس. ما تنسيش نفسك يا دكتوره صفوه، ما تنسيش انت بتكلمي مين. انا الدكتور عوني.
وانا بعتذر لك يا دكتور على الغلطه دي. كويس قوي انك جيت دلوقتي يا دكتور غازي. قبل ما اتصرف مع الدكتوره تصرف كان هيزعلها. انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شغلي وانا جاي اعمل الواجب اللي عليا. شغلك في العياده والعمليات؟ شغلي في المستشفى اللي انتوا نهبنها. طيب كلمه زياده وهعرفك ان جوزك بطريقتي. هتعمل ايه؟ هتحبسني تاني في البيت؟ مش هتقدر، عشان انا خلاص ما بقتش عايزاك، وحكايه طلاقي منك دي بقت مساله وقت. سوري يا دكاتره، واضح ان في بينكم وبين بعض شويه خلافات اسريه انا ماليش ان اتدخل فيها، فاكراما ليكم انتوا الاثنين هسيب لكم مكتبي عشان تتصافوا فيه. بس قبل ما امشي احب اقول للدكتوره صفوه كلمه واحده، ما تخلقش اللي يهدد الدكتور عوني. وانا ما بهددش، انا بحذركم. قلت لك اخرصي بقى. ليه كده يا دكتور؟ الله. طيب انا هحاسبك بقى وانت خلص امورك وحصلني. جاي وراك يا دكتور، تعالي معايا. فجاه اتسمرت في مكاني، حسيت ان كلمه سما رشقت جوه قلبي وفوقتني، وكانها بتعريني قدام نفسي، بس انا مش عارفه اذا كانت تقصدني انا ولا لا. يا بنتي الوهم اللي انت عايشه فيه ده، انا مش فاهمه انت مكبره الموضوع قوي كده ليه. انت لسه صغيره وجميله وزي القمر، والف مين يتمناكي. انا مش فاهمه بجد عقده النقص دي جايبها منين. من الخوف. كل سنه بتعدي على الست بتاخد من انوثتها وجمالها، عشان كده دايما يقولوا لك الست بتكبر قبل الراجل. انا خايفه في يوم من الايام اصحى الاقي نفسي وحيده في الدنيا دي. الله، انت مكبره الموضوع قوي يا تيني. انا ما استحملتش كلمه قالتها لي سما حتى لو كانت بالغلط. جرى ايه؟ انت مستكتره على نفسك الفرحه يا تينا؟ قعدت طول الفتره اللي فاتت اسال نفسي هما ليه سموني اكتفينا. اكتشفت دلوقتي بس يعني ايه اكتفينا، ان كل واحد له نصيب من اسمه، وانا رضيت باللي اتقسم لي. اتكنيت جوا روحي ووافقت اني اعمل دور الوهم، دور الام بالوهم لعمر وسما. عرفت ايه اللي مخوفني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، سيبي نفسي كويسي بقى. انا خايفه انسى نفسي. ما انت فعلا ناسيه وظلمها كمان. انا مش فاهمه انت حابسه نفسك جوه حدوته بايخه ملهاش اي لازمه. المفروض كنت نسيتيها من ساعه ما طليقك عاش حياته من غيرك. عادي جدا على فكره. فينك يا عمر، فينك انت؟ عايزه تجننيني؟ انا شايفك بعناية وانت خارجه مع الولد ده، غير الدكتور اللي انت معشماه، ومين عارف في ايه تاني. خلصت؟ بتدوري على كده بتحكي بيها عليا؟ ده على اساس ان انت صغنن ويضحك عليك. مادام انت عارفه ان انا مش صغنن، بتقربي مني ليه؟ خلاص هريحك منك وابعد عني خالص. تعالي هنا اهو. رايح فين؟ عايزه اريحك مني. انا عايز اسمع اجابه على سؤال واحد، انت بتحبيني؟ هو انت لسه بتسال بتحبيني ولا مش بتحبيني؟ هو ده سؤال يتسال يعني دلوقتي؟ بلاش لفه ولا دوران، جاوبي على السؤال بتاعك. دي مش طريقه دي على فكره، وبعدين سؤالك ده فيه اهانه ليا. اهانه؟ ايوه، لاني لو مش بحبك يبقى هقابلك ليه؟ خلاص نتجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك يا عمر؟ في ايه؟ هو فين؟ هما فين؟ هما مين؟ هما فين؟ الله، ده كان كابوس؟ يا الله، يا لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح تماما إن صحتك مش جاية على جو هنا خالص. أنا رأيي إن إحنا نرجع أحسن. لا 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 العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جابوا هنا دول بس هم بوظوا لنا شهر العسل. أنا عارف، أنا عارف اللي هو الموضوع. هيخرب بيته، أنا هخرب بيتك يا محافظ، هخرب بيته. لا صحيح، مراته دي أنا شايفاها عندك مرة في العيادة بتكشف. يبقى معرفتك يا عمر. ليه وقت تنشيط الذاكرة ده دلوقتي؟ لا مش هي، مش هي خالص. يخلق من شبه 40. لا بقى، أنا متأكدة إنها هي. حبيبي لمار، لمار ما
بتيجي يا حبيبتي نمشي من هنا ونسيبهم خالص ونروح في حتة تانية. لا مش هنروح حتة تانية. ده بنروح حتة تالتة. ولا حتة رابعة يا عمر، احنا نرجع مصر حالا. نرجع نعمل ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، انا اسف. انا واضح ان انا مش قادر اساعدك. انا اسف، اسف جدا يا قمر. بس بقى يا عمر قطعت قلبي والله. بقولك ايه؟ لا انا اللي يسعدني حاجه واحده بس. ايه يا حبيبتي؟ انك تبقى صريح معايا، ما تكدبش عليا. انا بكره الكذب قوي 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 يا عمر. يا قوي كده؟ ايوه. هو وحش، هو وحش جدا. ليه يا لهوي على الكذب؟ يخرب بيوت، بوظ في مزيكا. تيجي ننزل، تيجي ننزل نتعشى ونسهر في مزيكا لسه شغاله والسهر هنا حلو قوي. فكرة حلوة جدا. صح. هنعمل حاجة مفيدة بقى. يلا. ايه رأيك يا حبيبتي في المكان ده؟ حلو، حلو قوي قوي قوي. بس مش أحلى منك. حبيبي يا عمر. المشكلة إن أنت في الكلام لبلب، إنما بقى في ده كلام يتقال. تحبي تعيشي ايه يا روح قلب عيون عمر؟ ماليش نفس في اي حاجة يا حبيب روح قلب لمار. يا نهار ابيض يا منجي. سوري حبيبي، انت كل ما تشوفني لازم تقول يا منجي. مش بشوفك انت يا حبيبتي خالص. والله مش انت المقصودة. تحبي تتعيشي ايه؟ تحبي تتعيشي ايه؟ ماليش نفس يا عمر، كل انت وتغذى يا حبيبي، رم عظمك، رم عظمك يا حبيبي. انا اصلا تهيل عشتي على فكره كده. ايوه ايوه. هلو جوتن نخت ابن اخويا حبيبي. نهيري باستندار، الله يخرب بيتك يا اللي في بالي. عارفه طبعا عارفه. بنويه يا عروس. قال لي يا اختي قلت لي اسمك ايه تاني؟ اسمي لامار، تحب اكتبهولك عشان ما تنسهوش؟ وعلى ايه يا اختي؟ ده حتى سهل. قلت لي جولنار مش كده؟ جولنار ايه؟ جولنار يا ماما؟ لامار. لامار. معلش يا حبيبي. ايه؟ معلش يا عمر، اصل دايما بتنسى. زهايمر مبكر. سلامتك، الف سلامة يا حبيبتي. تسلمي لي يا روح الروح. قال لي يا اخويا كنت بتختار ايه عشان تاكله؟ عندك المنيو اهي، اتفضلي. تقدري تنقي اللي انت عايزاه. ايوه ده قايمة الطعام يا حبيبتي. قايمة انت داخل ماما استاد. يا اخويا انا ما بفهمش في الكلام ده. انا هاكل اللي نقيه الدكتور. ايوه اصل يا سلام، اصل بتعز الدكتور عمر، وبعدين انت مرات عمه يعني في مقام امه. طبعا هي تعتبر في مقام جدي فعلا. مالك يا مدحت؟ من ساعه ما رجعنا وانت دماغك شارده لبعيد. خايف يا سليم، خايف من اللي احنا بنسويه. ايش متعب بيخاف؟ جديده دي. طب قول الكلام لحد غيري. ده انت طول عمرك كنت شايل روحك على كفك ودايره تخبط يمين وشمال. هذه بلطجه شقاوه. ايش كانت اخرتها؟ نثبت اي حد وناخد منه قرشين. لكن اللي انتوا بتفكروا فيه خطر، خطر. وفي الحالتين خطر، وايش اخرتها؟ يا السجن يا الهروب. بس المهم التمن يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هذه ما فيها سجن، هذه فيها اعدام. اعدام. احنا هنقتل وهنقرب سلاح لناس هتقتل ناس تانيين ما لهمش اي ذنب، يقتلوا عساكر. هذه خيانه، وانا ما اعرفش اخوهم. اللي متنا يا اخوي بلدهم مطرح ما يتاووا وناسهم اللي يدفع. وبعدين ما تنساش، ما انت عايز تطول حبيبه القلب. انا بحبها صحيح، لكن اسمع يا ولد عمي، الناس اللي اتفقنا معاهم دول الدم عندهم ارخص من التراب. فوق يا متعب فوق. اهلا بك انت. اسمع يا بنت، انا ممكن اوديك في 60 داهيه انت والعصابه بتاعتك، رايحين تضحكوا على الراجل وتمضيه على ورق عرفي عشان تلزقي لي هنا يا بنت. الله جرى ايه يا دختاره؟ ده انا مرات عمك، يعني في مقام كده هوت حماتك. حماتي ايه؟ ورق ولم الدور. اسمعي يا بنت انت. اسمعي يا بنت انت، هي كلمه مش هتنيها. انت لو ما خلعتيش من قدامي دلوقتي واختفيتي من حياتي
من راح يا دكتور؟ لا يطقلك عرق يا اخويا وما نعرفش نلحمه تاني ولا مرته قعدت تصرخ. عايزه ايه يا بنت؟ انت عايزه ايه يا بنت؟ انت عايزه ايه؟ انت مش خدت فلوس؟ يا 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 انت بقيت بيئه قوي قوي. انا بيئه؟ انا بيئه؟ اخلصي وقولي عايزه ايه. سوري. اخلصي. بقيت بلدي. اخلصي. بقول لك ايه، السيدي اللي معايا يا حبيبي كل يوم سعره بيزيد وبيعلى، وبصراحه كده انا فورت ومفيش حد قدامي غير. يا نهار اسود، لمار جاي. غوري يا بنت غوري. وايه يا اخويا خايف كده ليه؟ امشي انت من هنا وانا امشي من هنا، ولا من شاف ولا من دين. يلا يا ماما. يلا يا بنت من هنا. يلا لمار هي كيسي هي ماري هي لا روح ساتاري هي لا هي باري هستي كاري هي. هاري بندري استلب برنجش لي كرامة كرامة. بس بقى يا عمر، وانا متجوزة شاروخان الله في ايه؟ جايب لي مريضتك البيئة وعامله لي فيها مرات عمك انت جولة نار؟ انا جولة نار يا عمر؟ انا جولة نار؟ والتانية بتاعت الاحضان الدفاء بتاعت المستشفى. عمر يا بيبي عمر، ده ايه ده؟ ده شهر عسل ده؟ حبيبتي والمكان ده بتاعنا ده يعني سياح من ارجاء المعمورة. سياح؟ ايوه حبيبتي، بيجوا من كل حتة يزوروا ويتفسحوا ويتبسطوا. عمر كلمة تانية، هلم عليك الدنيا دي كلها وانت ما تعرفش الجنان البدوي لما بيطلع مفيش حد بيرده الا اللي خلقه. اهدى يا حبيبتي، اهدى يا ترى وقت، اهدى يا حبيبتي. بس بقى. الله اكبر الله اكبر. بس بقى يا عمر. خلاص اهدي بقى. ايه؟ طب خلاص، انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اغور من هنا يا عمر. اتفضلي. عايزين نغور كلنا، نمشي كلنا مع بعض، نمشي. خلاص هم بوظوا لنا شهر العسل، منهم لله منهم للنماري. ما تستفزنيش يا عمر. بتجزي ليه كده؟ ليه الجزازين ده؟ عايز اسالك سؤال يا صلاح. إيه؟ هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ اتجوز؟ ايه سؤال غريب؟ لا غريب ولا حاجه، اصل الموضوع يعني اللي... موضوع ايه بس يا عم؟ تلاقيك بتحب واحده ومش عايز تقول ومكتم على الخبر. لا اصل الحب ده زي القضاء، مفيش مفر منه. يا ساتر يا رب، انت قلبتها دراما كده ليه؟ ده الحب جميل ونعمه من عند ربنا. ما انا عارف ان هو نعمه من عند ربنا، بس لازم الحب يكون موزون، كفة قصاد كفة، عشان لو الأولانية طبت التانية تقع. صباح الخير. صباح الخير يا غازي. انت جيت امتى؟ مستنيكي هنا من بدري، بس ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ يا ريت نتكلم مع بعض، أحسن ما نعمل مفاجآت لبعض. مالك متوترة ليه؟ عاملة زي التلميذة اللي مزوغة من المدرسة. صراحة أنا مش عارفة إيه اللي جابني هنا، كنا قاعدنا في السنتر أحسن. أولاً ده سنتر كوافير حريم، هقعد أنا فيه بقى أعمل إيه؟ ثانياً أنت اللي طلبت إننا نتكلم. ثالثاً بقى أنا بصراحة ما صدقت. عملت إيه مع الدكتورة صفا؟
من قبل ما اتكلم معاكي واحنا منفصلين. انت مستعجل كده على طول؟ هو انتوا مش لسه كنتوا؟ قلت لك على اللي فيها وخلصنا، هنعيده تاني ليه بقى؟ بعد احنا جايين هنا النهارده عشان نتكلم عن نفسنا انا وانتي وبس. طب لما انت اتجوزتها علشان تهرب من احساسك بيا، ايه اللي رجعك دلوقتي تاني؟ الناس ساعات بتشرب عشان تنسى، ساعات بتغير بني ادمين يمكن تعرف تنسى، لكن ابقى كذاب بقى لو قلت لك اني عرفت انساكي. فرق السن اللي بيننا، فرق السن ده لما كنا انا لسه في العشرينات وانت في الخمسينات، ساعتها ممكن تبقى مشاعرنا مش حقيقيه واحساسنا ملخبط، لكن في السن اللي احنا فيه دلوقتي مفيش حاجه اسمها فرق سن، لكن في حاجه اسمها حب. انا بقالي كتير قوي بصراحه ما قعدتش مع حد وقال لي الكلام الحلو ده، حاسه ان انا هبلع بيضه مكسوفه من مده طويله قوي. اول مره اقعد اسمع الكلام الحلو ده. انا غلطت مره وضاعتك مني، ما عنديش استعداد تضيع مني تاني. انت عارف ان انا ما بخلفش، وعارف ان ده كان سبب طلاقي. عارف وراضي. راضي بايه يعني؟ هتقدر تتحرم من احلى حاجه في الدنيا؟ تتحرم ان انت تبص لصوره طفل؟ تتحرم ان انت تحضن طفل قدام عيني وتحسس له على شعره؟ ساعتها هتوجع جامد، اكيد هتحصل بينا مشاكل كتير قوي، مش كده؟ انا مستعد لكل ده وقادر عليه. انا اتوجعت كتير قبل كده ومش هستحمل توجع حياتك. عمري في يوم ما هكون لك وجع. قولي بقى يلا يلا. خش حاسب، خش يا عم خش. اوعى اوعى تقع. اوعى ايدك. الحمد لله على السلامة يا اختي، ده شهر عسل. ايه ده؟ سلامة. ماشي يا بت. في ايه؟ فين اكتفينا؟ مش هنا. اسامة برضو مش هنا. قولي احكي لي كده وفضفض لي يا سي عمر، مالك؟ هو العسل كان بزياده ولا ايه؟ مالكيش دعوه انت يا عم، فضفض لي بس. ايه ده كده؟ ده انت شكلك حد حاسدك كده وقرش ملحتك. صح صح صح. بس انا عارفه، انا عارفه عارفه هجيبه هجيبه عارفه هجيبه. ما تضايقش نفسك انت بس، والنبي ما تضايق نفسك. فيها بيت؟ في ايه؟ يلا بيت من هنا. خلاص خلاص. يلا مش جوه. حاضر يا ناصر. ده خالد ابني. عمل هو فين؟ سافر يا ست وسيبني، بيربيني من ضيعت ورثه. عمل خير اهو، ريح واستريح. محدش مرتاح الا. قول لي يا اخويا، طالما ابنك مز قوي كده وابن اخوك شديد قوي كده، امال انت طالع لمين؟ خلصان قوي بالشكل ده؟ افتح يا كازانوفا. يا حسي دي كبسه دي ولا ايه؟ وقفلي بالمفتاح، قفلي بالمفتاح. يا عمر افتح يلا كازانوفا فندم. افتح. حاضر يا عمر. لسه بقى يا حبيبي. قفلي بالمفتاح. اشرب 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 من دمك دلوقتي. افتح. تعالى لي تعالى لي. الولد ده لازم يتفض النهارده ودلوقتي حالا قبل ما اخواتي البنات يجوا. كفايه قوي بوظتي لي جوازتي، مش هتخربوا بيتي كمان. جرايح يا اخويا، هو انت كل شويه تدخل لنا بزعبيب ابشير بتاعتك دي؟ ما قلنا كده تهدى وتروق عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم فيها يا بنت؟ مفيش تفاهم مفيش تفاهم. يلا الورقة اللي كاتبينكوا ده، لو كان في ورقة أساسا، ده لو أصلا في ورقة، ها تاخد الورقة بتاعتك وقرشين وما تورينيش وشك تاني. يلا بقيت برا. أنا برضك بتاعت قرشين يرضيك يقول على المدام كده؟ كم بتقول يا عمر؟ لا انت تسكت خالص. حاضر خالص. قلت ايه يا بت؟ قلت لا إله إلا الله سيدنا محمد سيدنا محمد رسول الله.
يا اخويا انت لو جايبني من على الناصيه مش هتعمل فيا كده. ده على اساس ان انا جايبك من الجامعه مثلا؟ لا جامعه ولا طرحه. اسمع مني بقى البقين اللي فيهم الخلاصه. عايز يا حبيبي تخلص مني ما تشوفش خلقتي دي تاني وكل واحد فينا يروح لحاله. يا ريت. يا ريت ايه؟ طب وانا اسكت انت. حاضر. تجيب لي يا اخويا فيلا زي دي وتحط لي قرشين في البنك كده يمزجوني وعربيه تحت رجلي. عربيه ايه يا بنت؟ عربيه ايه يا بنت؟ ما اتجوزك بالمره يا بنت. تتجوزني انت ايه؟ فاتتك دي يا حبيبي ما بقتش جوزك يا روحي. اذا كانت لسه ما جوزتنيش انا لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ هوديك وانت الجوز 60 داهيه. احنا بس 60 داهيه. احنا جوز مع بعض. ودينا اوعى ايدك. اوعى ايدك عمر. ما شربتش حاجه يعني؟ هي حصلت انك تسافري من غير اذني عفت؟ انا قلت لمامي ورفضت ومع ذلك سافرتي. انا مش فاهمه يا بابي انت مالك مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ يعني كاني اول مره اسافر. ما انا سافرت مع صحابي. مع اصحابك واحنا عارفين وانت مستاذنه واحنا على علم بكل كبيره صغيره على السفريه. ده كان زمان لما كنت بتهتم وانا بروح فين وباجي منين وبعمل ايه. لكن دلوقتي خلاص محدش فاضي. لما قلت للسيده الاولى ان انا عايزه اسافر قالت لي لا، وحضرتك ما كنتش موجود ولا فاضي عشان تقول لا ولا اه، وانا كنت عايزه اسافر فسافرت. انت بتعندي مين؟ بتعندي نفسك؟ مجنونه بقى هتعمل ايه؟ ايه رايك حضرتك تحطيني في مصحه؟ انت شايفه ان دي طريقه محترمه للحوار؟ لا انا شايفه ان حضرتك بتضيع وقتك الثمين في الكلام معايا. انت اتغيرت كتير. انا كنت فاكر ان التغيير عباره عن سهر وشرب وحاجات انت مش حباها، ولكن انا ملاحظ ان التغيير من جواكي. محدش بيفضل على حاله يا بابي، كلنا بنتغير. انا بفكر بجد في الطلاق. طلاق؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انت لحقتي؟ انا مش حاسه اني اتجوزت يا سلمى. انا حاسه ان في وسط دوامه ملهاش اخر. حواديت قديمه بتتفتح وحاجات بتحصل مش قادره افهمها، وعمر على طول متوتر وقلقان وخايف، وانا دايخة وسط كل ده. حتى خلاص يا سلمى ما تعبت يا حبيبتي. لو كل واحده فكرت بالفكر ده مفيش حد هيتجوز اصلا. انا شايفه الصح انك تقعدي تتكلمي معايا. مش عارفه بس مش مبسوطه. يبقى تسيبيه يا استاذه، اللي زيك ما يستاهلش الا اللي يسعده. ايه ده انت بتصنط علينا ولا ايه؟ انا ما اقدرش اشوف الاستاذه تعبانه كده واسكت. كتر خيرك يا فضل، روح انت شوف شغلك. على فكره طريقتك دي مش عجباني خالص، انت كده بتاخدي عليكي قوي. خلاص بقى يا سلمى، فضل طيب بيحبني وبيخاف عليا. ما المصيبه انه بيحبك ودوت طايش، يعني عقله ممكن يوديه في حته بعيد قوي. مراتك؟ مراتك ازاي يا عم حافظ؟ مش جينا قفشناها معاك في الاوضه؟ ضحك عليها يا بت. فرحانه بيك قوي يا عمو، ده انت طلعت وحش. امال ايه يا حبيبي؟ كنت عايزاه يتجوزني كده عمياني؟ مش لازم اني عين البضاعه بيخش على نور. طبعا يا حبيبتي اللي اوله نور اخره زفه. بت اطلعي فوق، اطلعي فوق بلاش قله ادب، اطلعي فوق. لا والنبي يا تينا سيبيني اقعد اتفرج شويه. الله جرى ايه؟ واحنا كنا ايه؟ فرجه ولا فرجه؟ هدي اعصابك يا روحي، هدي اعصابك. انت شايف يا زازا بيقولوا ايه؟ يا دي كده؟ لا زازا ما يردوش الكلام ده. تعالي يا حبيبتي تعالي ندخل في النور شويه. ايه اللي بيحصل ده؟ بت قومي اطلعي اوضتي، اطلعي اوضتي. انا مش فاهمه انت مش عايزاني اتفرج ليه يعني؟ لا اوضتك اتفرج. حاجه تقرف كل حاجه. لا 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 اديني عبور. والله صبرت وانا قلت يا حافظ. اختك دي قديمه قوي. ايوه خد الثانيه شويه. ايوه انا مش مصدق نفسي. روسيني ولا اقول لك غزيني بمطوه. انت بتتفرجي على ايه؟ انا بتفرج عايزه اشوف نهايه الفيلم اللي قدامي ده.
ده فيلم هندي يا حبيبتي. صبع صبع بقى. راحة شوية. صبع صبع. صبع صبع. نهار اسود امي شايف البيت وعاملها. جزمة ولقيت شربها. ايه؟ جزمة ولقيت شربها. أنا رايح العيادة، رايح أتعالج. لما تيجي الأمور خليها تكلمني. إيه ده؟ رايح العيادة وهتسيبنا؟ هتسيبنا مع المصيبة السودة اللي في البيت؟ اشربي شوية، اشربي شوية من اللي طفحهولي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بقيت وزني 7444 حسبان عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 ده اتجنن. معقولة جايب لنا واحدة من الشارع بالشكل والمنظر ده؟ بيت محترم زي ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أنت ما شفتيش أعمل إيه في فرحي؟ بوظتي فرحي. بوظتي شهر عسل. ده بوظ كل حاجة يا عمر، كل حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل. بالحق أنا كنت عاوزاك في حاجة مهمة أوي. وده وقته ده يا تينا، ده وقته. مش لما الفيلم يخلص. حسبي الله ونعم الوكيل. عمر أيوة كده. أنت بتعمل إيه؟ بسخن. تسخن إيه؟ أنت بتشوشوط. ودي كمان. رايحة فين يا أبلة؟ أبلة؟ يا أختي أشرب على حتي كده ليه؟ ما تخليكي حلوة أمال عشان نولف على بعضينا ونبقى عاملين زي الزيت والسكر مع بعض. سلام قائم رب رحيم. بقول لك سلام قائم رب رحيم. سلام قائم. يوح مالك؟ ظهري قفش عليا، محتاج لك. سلام قائم. سلامة ظهرك يا عيون بريد. بينا على عشينا وأنا تقلق بظهرك يا رب. أيوة أحب صوابع الزينة. بالإذن يا أبلة. تفضلي يا مدام، تفضلي. إذنك معك يا حبيبتي. سلام قانون رب رحيم. يا عيني يا عم زازا، يا عيني يا عم حافظ. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ كده بقى اتقفلت على صاحبنا من كل حتة، والعين اللي كانت نطلنا في المستشفى وبيرعبنا بيها دخششت على الاخر. لا دخششت ايه؟ قول اتخزقت. يا دكتور بس انا في حاجة. الدكتور غازي معانا يا مرتضى. ايه؟ معانا؟ مالك تنعت ليه؟ لا اصل انا كنت فاكر يا دكتور ان انا سرك. شوف يا مرتضى حبيبي، الدنيا دي عامله زي ملعب الكوره، كل واحد وله دور، وفي ناس بتبقى قاعده على الدكه متداريه لغايه ما يجي وقت عوزتها، وانا بقى كنت راكن غازي ده لوقت عوزه. ايوه يا دكتور بس انا سمعت ان الدكتور عمر رجع، واكيد الدكتوره صفوة هتقول له على شفاته. مش انت قلت انها جيت المستشفى وهددتك؟ الدكتوره صفوة مش هتتكلم ولا تقول اي حاجة. ليه يا دكتور؟ هي مش ناوية تتطلق؟ ان شاء الله تدفع له. هتدفع وتتطلق ومش هتتكلم. طب تدفع دي عشان تخلص من الجوازة، انما ما تتكلمش. جديدة ده يا دكتور، تيجي ازاي؟ شوف يا مرتضى، طول ما انت معايا هتشوف الجديد. يلا تعال. اتفضل. ده ايه ده؟ انت مش عايز تنازل عن كل حقوقي عندك؟ ودي شيك بالمبلغ اللي طلبته. عداك العيب بصراحة. هدومك متحضرة في الشنط، واي حاجة ليك في البيت اتفضل خدها وارمي اليمين. بس شفت بقى انا عصيل ازاي؟ سايبلك بيت اهو يساوي الشيء الفلاني. هتطلق ولا لسه في طلبات تانية؟ قبل ما اطلقك احب اقولك كلمتين تحطيهم حلقة في ودانك. اذا كنت فاكر ان طلاقك ده في حريتك تبقى غبية يا روحي. إذا كنت فاكرة كمان إنك بتخلصي مني دلوقتي وأول ما أسيبك هتجري على حبيبي القلب وتبلغيه تبقي برضه غبية يا قلبي. أنت عايز توصل لإيه؟ اتفرجي على السي دي ده وأنت تعرفي. اه صحيح، قبل ما انسى انت طالق يا روحي.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. خير يا جماعه؟ والله الحقيقه يا دكتور احنا بقالنا اسبوعين متجوزين. طب كويس، مبروك ما شاء الله. بس في حاجه كده مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف اقول لك ايه. اقول لك انا يا دكتور. اتفضلي. انا لسه بنت. ماشي حنان. فندم يا دكتور. اوضه الكشف. تعالى اتفضل يا استاذ المدام. اتفضل استريح حضرتك ونكشف عليك. اتفضل. انا تمام قوي يا دكتور. هنشوف هنشوف ان شاء الله. اتفضلي. اتفضلي يا مدام. يسمع من بقك ربنا. يا باشمهندس. دكتور انا شكلي بقى وحش قوي يا دكتور. قوي قوي قوي. ايه ده؟ ما تقلقش. ايه ده؟ لا يا دكتور انا شكلي بقى وحش قوي 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 يا دكتور. روق روق. انا تمام اكيد طبعا. هتعتني قوي. طب مالك اسبوعين؟ تمام جدا قوي. تحب تيجي معايا؟ لا لا افضل ليك عشان التوتر بس. تحب تيجي معايا؟ لا لا. طمني يا دكتور. بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. أسبوعين. تقصد إيه يا دكتور؟ هو العيب فيا أنا؟ مفيش عيب ولا حاجة. اتفضل استريح. مفيش عيب ولا حاجة. اتفضلي. دكتور والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام. تمام بجد بجد حبيبي. صلي على النبي يا حبيبي. صلي على النبي. ابوسك. صلي على النبي. قدامي حبيبي يا دكتور. قوم ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ انا باريزة. ايوه يا زكي رجعت. امال بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا. دكتور هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان. فاضل كام كشف بره؟ خمسه بس. لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 الناس اللي بره بلاهم في ظهري. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوة؟ يا ريت. هعملها لك بايدي والله مش بايد صلاح. ماشي. هوا. يلا
حنان. تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله، هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه خير. اللي ناقصكوا انا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني اطمن عليك يا حنان. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما روح اعملي القهوه. يلا من حق افكر. يا سلام، يوم اثنين عشرة براحتي. المفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس بقك على المأذون يعني ولا ايه؟ اه لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوتة في الدنيا وليها طلبات وشروط. يا نهار اسود، اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانية واحدة. يا تينا، من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبه، مش لازم نحرس. اف الريحه الغريبه اللي في اوضتك دي. ده ريحه ايه؟ ده عمامة غوري تلاقيك مولع حاجه من شويه، انا كنت فاتحه الشباك. عمر اتاخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟ ما انت ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي. هنام. صباح الخير. فقعت قلبي. شوفه بتكلمي روحك. بنتي هنادي، ما تعرفيش عروسها راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي. قفشتي بتزوري عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه جرايه يا حبيبتي، عفريت طلع لك من العربه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، خضتيني قوي خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسي عرفولة حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت بتقولي مش فاهمة أي حاجة. دي فضة أصلي، وأنا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا، ونبيعها للسياح، فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الأول، تاخدي الزبون أبو أخضر تقلبيه وتلبسيه على إنها آثار، برضك تزوير. أبو أخضر، على فكرة أنتِ بني آدم مش طبيعي، مش طبيعي. على فكرة أنا بني آدمة، أنا واحدة ست، كل ده كل ده وتقولي لي بني آدم؟ مش طبيعية على فكرة، مش طبيعية. يوه على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور يمكن أخدمك. لمار انت فين يا بنتي؟ انا داخل عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي، فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي ركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك؟ وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟
بقول لك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول، واللي هيبعد عنها هيخش في حيطه سد. كل سد يا حبيبتي وليه خرم يعمل سرسوق، يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن. جن لما هيلخبط لك. بقول لك ايه، اوعي تفتكر ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام الالباند ده يخيل عليكي. لا يا حبيبتي، ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع الغاز. تينا 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 حبيبتي، معلش معلش اهدي. وانت عيب عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. بردون لمار بردون، مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانو 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 على اصلك بانو. دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه، وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. ادي النايبه السودا، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش نحط ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟ القضبان ليه جميل في رقبه رجاله ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجاله مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حبايه كده مخلطه ومتنطوره في البيوت يعني، وانما ايه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين اتنين. يا ابني انت فاهم غلط، مش دي الازمه اصلا. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكو جايب كاز ومستني يشحن بحبايه. خسرتي انت بتتصنطي علينا يا وليه؟ بتصنط يا عيبي الشوم، دي الحاره كلها سامعه الحوار كله يا سمك. ايه حاره؟ يا نهار اسود، انت قاعد دوت، انت عمركم ما شفت راجل. امشي يلا، طلب تمشي يلا امشي. تبنا الى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازم رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخى سمها في عبك. على فكره ايه؟ ايه في؟ لا لا مش على فكره. ايه ايه؟ على فكره ايه؟ قول اهو. خلاص، البت اللي قلت لكم دوروا عليها، البت اللي انت يعني مش عرفها عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عم حافظ. ايه؟ بقول لكم محدش فاهم حاجه. ايه تاني؟ تبنا الى الله. انا مش عارفه عمي بيعمل كده فينا ليه؟ لا 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 مش ممكن، كل ما بيكبر عقله بيصغر، وكل بلاوي ومصايبه بتيجي على دماغنا احنا. كل واحد وحر في حياته بقى يا تينا. ازاي يعني حر في حياته؟ احنا مالنا مال اللي بيحصل ده؟ سيبك من كل القرف ده كله، قولي لي انت عامله ايه؟ انا عامله ايه؟ عامله ايه في ايه؟ حكايتك مع عمر لسه ما اتظبطتش؟ والله انا عملت اللي اقدر عليه. لا تعملي مره واثنين وثلاثه وعشرة. خلاص بقى يا تينا انا تعبت. ده جوزك، اوعي تفرطي في حقك. هو في ايه؟ هو انا داخله حرب؟ انا متجوزه عشان ارتاح مش عشان اتعذب. مفيش حلاوه من غير نار يا لمار. اصلك انت ما تعرفيش، انا رفضت عرسان كتير قوي عشان كنت خايفه من الجواز وحيرته ومشاكله ودوامته، ودفنت روحي في قلب شغلي ولقيت نفسي لحد ما الصدفه جمعتني بعمر. حبيت وسلمت، وكان املي اني ما تجيش يوم واندم.
شوف يا نمار، عمر تربية ايدي، يعني ابني. هو مش ملاك، لكن برضه عمر مش شيطان، وكان عامل زي كده بالظبط، خايف من الجواز ان يكون سجن، فكان كل ما يجي يقرب يهرب زي ما انت عملتي مع ابن عمك بالظبط. لكن اول ما شافك رفع ايده كده وقال تبنا الى الله. يا جمال ابتسامتك، ايوه كده، مفيش راجل في الدنيا ابدا يقدر يقاوم الابتسامه دي، وخصوصا من وش طاعم زيك كده. اصل الستات بعد عنك نكديه قوي حوالينا هنا. يا لهو يا لهو، الضحكه دلوقتي تجيب عمر ارض ارض. انت غريبه قوي يا تينا، ازاي تقدري ترسمي الابتسامه على وش غيرك وانت جواكي حزن وقلق كبير؟ مين قالك ان انا جوايا حزن؟ احساسي شايفاكي كده لابسه ماسك ومخبيه وراه قلق وحزن، وبتحاولي ترضيني وتهوني عليا. الحقيقه لمار انت تخاف منك. بالعكس، انا بقى اكتر حد في الدنيا ممكن تطمني له. انا متاكده من كده، وعشان كده هحكي لك. هي يا ورا، انا حاسه ان الدنيا بتلف دواير ودماغي مصدعه مش قادره. علشان انت مجنونه، ما كانش ينفع تسافري. لا طبعا يا هبله، ازاي ما كانش ينفع؟ السفريه دي ضربتي بيها ثلاث عصافير بحجر واحد. اول حاجه نكدت على ماما، تاني حاجه ضايقت بابا، تالت حاجه والاهم عكننت على عريس الغفله. وعملتي ايه معاهم هنا؟ ولا حاجه، شويه زايق من ماما على شويه شخط من بابا، في الاخر يطلعوا في الحمله ونسيوني كالعاده. ولحد امتى هتفضلي كده؟ يا رب بقول لك ايه، مش طالبه صداع خالص، خدي لي الجنب لو سمحت. مش طالبه صداع، انا نفسي اعرف اخره اللي انت بتعمليه ده ايه. عارفة يا يارا لما تبقي مكبوتة ومخنوقة وجواكي صرخة نفسها تطلع بصوت عالي ومش قادرة؟ اهو كل اللي انا فيه والبلاوي اللي انا برمي نفسي فيها دي هي الصرخة اللي جوايا. مش احسن مطق وموت؟ ما تسيبك من الدراما دي، قولي لي لما شافك عمل ايه؟ اتلبش ولا اجدعها، حرامي اتمسك في اتوبيس عام. ومراته حست بحاجة؟ طبعا حست بكل حاجة، ده غير ان عمه بقى جه معاه واحدة بيئة كده ومعفنة وملبسة كل الحاجة اللي على الحبل، طلعت عينه هي كمان. ده ما كانش شهر عسل بقى، ده كان تأديب وإصلاح للدكتور عمر. بقولك ايه يا يارا، أنا عندي صداع ومش قادرة، تعالي نخش نريح على السرير شوية. يلا. عارفة انتي لازم تتابعي مع دكتور، بعدين حرام عليكي البيبي. اللي هو انتي بجد حامل ولا؟ تعالي بس تعالي ادخلي. ايه تليفوني بيرن، ده أكيد مامي بقى وأسئلتها اللي تخنق. يا ستي ما تردي عليها، واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا متلقحين في البيت أهو. ايوه يا ماما. ايه ايه ده، معقول انت بتتكلم منين؟ انت خرجت؟ طيب طيب انا جايه حالا. باي. حسام، حسام يا عفا خرج بيكلمني من البيت دلوقتي، انا همشي دلوقتي وبكلمك تاني. يلا سلام. تفتكر الصراحة فعلا يكون معمول لعملة؟ لا عمل يا قبطان، عمل قصدي، عمل يكون معمول لعملة. اه عمل ولا منظور زي ما قالوا، ولا ممكن فعلا يكون التوبة ما بتجوزش في الساونة زي ما قال الجدع قريبك ده، عمك ده، عم حافظ. لا ده عمك انت. عم انا عمك انت. الدماغ دي. بص يا قبطان، انا عندي حل هجيب من الاخر. انت تطص وشك بشويه ميه. تطص ايه؟ اه تطص وشك بشويه ميه فتره تفوق على طول. فتره؟ فتره. صدق يا بالي فتره فعلا مش مرتاح لك. الله عليك يا قبطان. يلا هتغور من هنا. لا لا من هنا يا قبطان. طب غور من هنا. طب ماشي. يلا يلا. ماشي. سلام. يلا يلا. سلام يا قبطان. يلا غور من هنا. ماشي يا قبطان. صاحبنا. ماشي. يلا يا ابني. اه قبطان. 60 داهية. هو صلاح اتحول ولا ايه؟ يا صلاح. يا ابو صلاح.
انا باريزه. ايه الفصلان ده؟ ايه اللي جاب دول؟ ومسحوا الكرامه ده اهلي الارض. هما مين دول؟ محروسه مراتك والسنيوره اختك. ليه؟ عملت لهم ايه؟ والله ما عملت حاجه، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. كمني وحدانيه وراجلي بعافيه شويه. اما هو بعافيه، اما هو بعافيه. اتجوزتيني ايه؟ حظوظ حظوظ، وعلى راي المثل ضل راجل. بقى اسمعي يا بنت انت. بقى كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايده. ليه؟ 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 عشان خلاص انا مش هغير كلامي، ما عنديش كلام غير اللي قلته. عايزه تتنقلي تاخدي قرشين خديهم وغري في 60 داهيه، غير عن كده ما عنديش. هتقولي لي بقى السي دي الدي في دي، هقول لك خلاص ما يهمنيش، لان انا ما يهمنيش غير مراتي، ومراتي الحمد لله تعرف كل تاريخي الاسود من قبل ما اتجوزها. لكن مراتك ما تعرفش حاجه تانية يا دكتور، انها لو اتفرجت على السي دي ولا الدي في دي هيبقى لها راي تاني. ليه؟ ليه؟ قول لي انت ليه؟ ليه؟ علشان اللي جوه الدي في دي والسي دي مرات عمك لازم اللي ساكنه معاك في نفس الفل. نفس الفل وانت عارف وساكت. ساعتها مراتك لما تعرف الكلام ده كله الكلام هيبقى له ولا تانية. صح؟ هقول برضو. تصبح على خير يا دكتور. ايه القرف ده؟ أخيراً يا حسام. أنا مصدقتش نفسي لما سمعت يارا بتكلمك في التليفون. كان هين عليا أخد منها التليفون وأسمع صوتك بنفسي. بس لولا بقى أنت محرج عليا إن أنا ما أقولهاش أي حاجة بينا. وحشتيني. أنت شارب حاجة ولا مسطول على الصبح يا غازي؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتهزر؟ هي دي حاجات فيها هزار برضه يا عمر. انت مجنون يا ابني؟ انت مش متجوز صفا؟ يا عمر انت بقالك فتره بعيد، ناسي اصحابك، ما تعرفش حاجه عن اي حد. مش فاهم. انا وصفا اتطلقنا. دي النهاية الطبيعية لأي علاقة اتبنت على أساس غلط. غلط؟ أنت مش قايل إنك بتحبها وهي بتحبك؟ يمكن هي كانت بتحاول تنسى وأنا اللي ما فهمتش. تنسى يا غازي؟ في جو الأفلام القديمة دي. تنساك أنت يا عمر. بلاش كلام فارغ. دي الحقيقة. وانا كمان كنت بحاول اهرب من احساسي باكتافينا. يا ابني بس يا ابني، احساسك بمين؟ اكتافينا دي اختك الكبيره. اختك الكبيره، في فرق سن بينكو. اختك مش كبيره قوي كده يا عمر. اوه يا غازي، اللي بيني وبين صفو يا غازي خلص من زمان، فمفيش حاجه تفتكرها علشان تنساها. انا حكايتي مع صفو خلصت. انا جاي النهارده بكلمك بخصوص حكايتي مع تينا. حكايتي يا ابني؟ أنا مش مستوعب أصلاً إن أنت طلقت صفوة علشان تتقدم. غازي انسى الموضوع ده خالص، اكتفينا أختك الكبيرة. أختك الكبيرة ده غير إن هي ما بتفكرش في الجواز أصلاً خالص، ولا يمكن يخطر على بالها إنها تتجوز تاني. انسى الموضوع ده، انسى. لو ما عندكش مانع اعتبرها موافقة. هو أنت كلمتها؟ لازم اطمن قبل ما احط نفسي في موقف زي ده. قالت لك ايه؟ ما قلتلوش حاجه، مع اني فضلت قاعده مستنيه طول الليل عشان افتح معاه الموضوع، بس في الاخر ما قدرتش. ليه بس يا تينا؟ انت عارفه ان عمر بيحبك قوي، والاكيد ان تهمه مصلحتك جدا، ومش هيقف في وش سعادتك. انا متاكده من اللي انت بتقوليه ده كله،
أمال إيه اللي خلاكي ما تفتحيش الموضوع معاه؟ عارفة إحساس الأم لما تروح تقول لابنها أنا عايزة أتجوز؟ ده أصعب إحساس بتشوفه الست في حياتها. تينا يا حبيبتي، أولاً أنت مش أم، أنت أخته، والفرق بينكم مش كتير. ما يفرقش كتير على اللي بيني وبين غازي، مش كده؟ ما تحسبيهاش كده بقى. هي ما تتحسبش إلا كده. أنت بتصعبيها على نفسك قوي يا تينا. يا لمار، هي صعبة بجد، صعبة قوي، وأنا ما فيش أي حاجة في إيديا غير نسيبها على ربنا ونعم بالله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جيت في وقتي. ما حدش شاف مراتي؟ لا. ولا انت؟ لا. طيب لو حد شافها موجات نمشنيها انا هناك بس هي وحشتني قوي وانا ايه مستنيها. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا اف انا شفت يومين عمري ما كنت اتخيل اني اشوفه. مش مهم يا حبيبي، مهم ان هم عدوا خلاص وانت معايا دلوقتي. قولي لي اخبار البلد ايه؟ هو دلوقتي مهم اخبار البلد يعني؟ المهم ان احنا دلوقتي مع بعض. انا سمعت ان ابوكي اسهمه بقت في العالي قوي. ما اعرفش، ما بسالش، ما بهتمش. سيبك من كل الكلام ده وخليك معايا انا بقى، توحشتني قوي. وحشتك. امال ليه ما رضيتش تيجي شقه الهرم؟ عشان انت عارف موضوع شقه الهرم ده بيضايقني قد ايه، وكم مره انا جيت لك فيهم ببقى نازله من عندك متنرفزه. ولا عشان حبيب القلب ما يزعلش، هو مش اتجوز. حبيب قلب ايه اللي انت بتقوله ده؟ دكتور ابو اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انت كنت فاكره انا اهبل وهتخش عليا الدخله دي ولا ايه؟ انسي يا عفة. سلام. حسام، حسام. اسحبي لي عينه الدم واعملي لي صوره دم واملاح واعملي رسم قلب. يلا بسرعه. وانت شوفي لي مكان في العنايه، اكيد هنعزلها سرير. يلا بسرعه. والله وتعلمنا نحط رجل على رجل يا فلان. مساله امكانيات. ابص طب بالمناسبه دي بقى نازل رجل. حاضر. ابص هتسوي نفسك بياض ولا ايه؟ مؤاخذه. بص بقول لك يا فلان، امر انت العز مش لاقي عليك بصراحه. بص ولا انت انت بتقول ايه؟ يا ولاد الكلب ده انتوا واكلينها والعه. السفيره بريزه. الله 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 الله. مين خلوصي؟ انت ودي استحميت وحطينا جل وكونا هدومنا ورشينا ريحه ولمعنا الجزم كمان. بس هنروح فين في الشاسيه اللي اتعدل واتفرد ده؟ تعالى روح امك. عادي 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 يا اختي عادي. خمسه وخمسه يا خلوص. رش لك يا اخويا حصوتين ملح. يا بنت مش خلوص اللي يبص لك، يا بنت خلوص عينه حلوه، وبعدين الشاسيه ده بتاعي حافظه وفاهمه. بقول لك ايه القبل؟ ايه يا اخويا المكنه النظيفه اللي انت جايبنا فيها دي؟ واح يا اخويا اللي بدل حالك كده. هقول لك على كل حاجه بس نشرب لنا. ما تقوم افنك جيب لنا اي حاجه. ما قدامك كل حاجه. طب قوم امن يا. حاضر. ابص الا قول لي يا اخوخ. قول يا روح قلب اخوخه. الراجل ازاي؟ هيجي من ناحيتي ولا لسه؟ راجل مين؟ نيازي؟ بوز الاخس. بصراحه انا مش مركز غير في المنهج اللي قدامي. واضح ان انا اتسرعت وكنت المفروض اعيد حساباتي. انا كنت اعرف يا بنت ان في حاجات كده مستخبيه كتير، كنت اتجوزتك من زمان. ما انت يا اخويا اللي مالكش في في الطيب. بحسب يا اختي بحسب. ماشي اوكي. ده طبعا هعدي عليكم. مع السلامه. ها ايه اللي حصل؟ عمها باين ولا خالها قلق عليها لما لقى عربيتها تحت ومحدش بيرد، وكلمني طبعا 100 مره وانا ما بردش فكسروا عليها الباب. ولو جالها باين صدمه عصبيه ولا نفسيه، جابوا لها اسعاف ونقلوها المستشفى. ايوه ما هي كده هتفوق. طب ما تفوق. طب ما هي لو فات هتتكلم وممكن تبوظ لنا كل حاجه، وطبعا سي عمر ابو قلب حنين ممكن يروح يزورها. طب ما تتكلم ويروح ابو قلب حنين يزورها وانا كمان اروح معاه. تحب تيجي معانا؟ انا عايز اعرف انت مالي ايدك منها قوي كده ليه؟ سر المهنه بقى يا دكتور. يا ابن اللذينه، اما
هموت واعرف انت عملت لها ايه وصلها للحاله دي. انت ده انت شطان. لا حلوه عجبتني يا ابو جناح اخضر. رسمت لك خريطه للفيلا فوق وتحت، حتى الغفير سنجفت لك اموري معاه. بقول لك يا واد ما تخليك معايا، ما روش كده ليه يا بنت؟ احنا مش زي زمان، احنا بنشتغل وقت شغل فيري دينجرس، يعني لازم تخلي بالك من كل حاجه بتعملها. اتفضل يا كيمي، المكان كله منور. ثابت الناس، اتفضل يا كيمي. ازيك يا خلوصي؟ ازيك يا نازل باشا؟ ازيك يا باريسة؟ باشا والختمه الشريفه كنت لسه جايبه في سيرتك. صح 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 يا باشا صح. شفتي الدنيا صغيرة دي؟ يعني انت جاية جاية ومصير الحي تلاقى الدنيا دي يا بنت الناس ببنا منفذة على بعض ومفاتيحها في ايدين العبد لله. اقعدي اشربي وبلي ريقك. اقعدي. تجاونسك انكل حافظ. ايه ده؟ هو انا بقيت مشهور للدرجه دي؟ شكلك مش واخد بالك انا بقى مين. الا هو انت؟ معلش بس الدنيا منغبشه شويه. سايب عروستك في اول يوم وجاي هنا؟ عروستي هي اللي سابتني، كل الناس بيسيبوني، كل ما يقربوا مني قوي يبعدوا عني خالص. بعد ما شوي علاقتي ببابي كشف لي حقيقته، صومته على الكرسي خلاني مبقتش طايقه وبكرهه قوي. جاي دلوقتي عايز شوه علاقتي قدام نفسي. قالت لي اتجوزنا ولا لا شفت لا جواز ولا ورقه ولا حتى مأذون ولا اعرف حتى هي راحت فين. مش وحشه، ما بحبش السهر ولا كان عمري ليا فيه، ولا بحب اسكر ولا بحب الدخان، بس انا ما عملتش كده يجرى لي حاجه. تفتكر لو قلت له هيعمل ايه؟ تفتكر لو خالد ابني عرف ممكن يبعت لي جواب؟ فضل لو عايز تمشي انت امشي، انا قدام شويه كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا واسيبك لوحدك يا استاذه، وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقولك ايه، اعمل لك كوبايه شاي؟ يا سلام لو عليها عودين نعناع تبقى فله. شجره نعناع لو عايز. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عين. وادي الغلايه. وادي الكوبات. ثانية واحدة اروح اقفل لك الباب عشان ما حدش يزعجك كمان. راحت بالليل، هي ما بتحرمش. هترجع ازاي بس دي؟ هترجع ازاي؟ اروح اجيبها طبعا. ماشي، هي عايزه تقلقني وخلاص. لا طبعا هروح اجيبها، ما تقلقيش. حاضر همشي بالراحه. حاضر حاضر يا تينا.
حاضر همشي بالراحه. ماشي. لا لا محمد سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل لو سمحت اديني الموبايل من عندك. لما انت عايزه تنسيه كانت بعت تليفون حبيبي ليه وحاطه صورته. طب يعني انت يا فاطمه انت ازاي تكلمني كده؟ انا اللي بحبك، لا عمر ولا ابن عمك ولا اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي. فاطمه ما تبهدلنيش معاك، انا لمار، انا ما استاهلش منك ده، ما استاهلش. انت تستاهلي الدنيا واللي فيها. انت اتجننت يا فاطمه، اتجننت. Hello.